عندك محتوى لا تظل بمستوى تافه يا تافه فاهم الطشة غلط حجك ما بيربط تايه يا تافه سناب مو كفرت السناب راسل محتوى شاب تتمرغل تترعبل حتى تحصل اعجاب مو كفرت السناب راسل محتوى شاب تتمرغل تترعبل حتى تحصل اعجاب معقول هاي الطشة جاي تلف ياه الجان بس يلا عادي تمشي هي صارت للغمان لك عيني دانش فكرك يمكن تاليتك ندمان كل عقلك من انتقدك لأن انت صرت فنان خلي عندك محتوى لا تظل بمستوى تافه يا تافه فاهم الطشة غلط حجك ما بيربط تايه يا تافه